بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم إلا استمعوه وهم يلعبون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم لاهية قلوبهم. وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض. وهو السميع العليم. وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها. أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فاسألوا أهل الذكر إن لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. وما صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. أفلا تعقلون. أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنجبتنا
فأنشأنا بعدها قوما آخرين وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا جعلناهم حصيدا خامدين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين وما خلقنا السماء لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يسبحون الليل والنهار لا يفترون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم
قبلي هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون لا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من
قبلك الخلد وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى
الأرض ننقصها من أطرافها أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون أفهم الغالبون قل إنما ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين ولقد الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين ولقد قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا وآباؤكم في ضلال مبين
أم أنت من اللاعبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا
وسلاما على فجعلناهم الأخسرين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يهدون بأمرنا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث سوء فاسقين إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحًا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ
ظلموا القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني
فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون إن هذه أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم كل حدب ينسلون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة
غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان وكل فيها خالدون وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون لا وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا خلق نعيده كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل على سواء فإن تولوا
وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون وربنا الرحمن